هاي علم الاستقلال تبعنا. هاي علم هذا الجسر احنا مسيطرين عليه. صور من هون. علمنا احنا عم نقطع بعد الموصل تقريبا لعنده هناك عند تمام عليه هاي هاي المنطقه خزانة. تمام هذا الاوتوستراد من تحت الجسر. هاي جسر الشيخ سعيد. هاي طبعا جسر الشيخ سعيد اللي عم يقول النظام. هاي الشيخ جسر الشيخ سعيد اللي عم يدعي النظام واعلامه الكاذب انه هو سيطر على الشيخ سعيد واستعاد الشيخ سعيد، هو اجبن واقل واصغر من انه يستطيع يسيطر على جسر الشيخ سعيد بوجود الابطال والمجاهدين المقاتلين المرابطين على جبهه الشيخ سعيد وعلى كافه الجبهات في مدينه حلب. الحمد لله رب العالمين، سيطره كامله للجيش الحر على منطقه الشيخ سعيد، وهي جسر الشيخ سعيد وهي علم الاستقلال مرفوع على جسر الشيخ سعيد. الحمد لله رب العالمين، الشكر لله سبحانه وتعالى اولا، والشكر للمقاتلين المرابطين على منطقه الشيخ سعيد وعلى كل الجبهات واللي حامينا والحامي الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. نحن اعلنا عن معركه سميناها تقطيع الاوصال، هي لقطع طريق الامداد باتجاه النظام. لن نذكر الالويه المشاركه لان الكثير ما شاء الله كل من به نخوه اتى الى هذا المكان. الالويه كثيره والجبهات والاخوه الاسلاميين كلهم موجودين معنا من المرجع الى العامريه. معركة تقطيع الأوصال هدفنا سيطرة على الأوتوستراد، وهناك مراحل أخرى سترونا في الأيام القادمة إن شاء الله. ما زلنا مسيطرين على الأوتوستراد يعني. كلياتنا إحنا كتلة وحدة، وكلياتنا إحنا أخوة، إن كان إسلاميين وإن كان جميعا إحنا إن شاء الله أخوة، وهدفنا واحد هو إسقاط هذا النظام بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. الله يبارك.